اتفق إسماعيل خضير الهلوب النائب الأول لمحافظة صلاح الدين مع اللجنة الزراعية في المحافظة على تشكيل لجنة ووضع آلية لمتابعة موضوع تنفيذ القرارات الخاصة بأقساط مبالغ الديون المترتبة على الفلاحين ضمن المبادرة الزراعية لفترة أحداث داعش الإرهابية وحصر المشاريع الزراعية. كما ناقش الهلوب استحداث الوحدات الإدارية الجديدة ومحاور عمل مجالس التخطيط والتنمية، وذلك خلال زيارته مديرية التخطيط في المحافظة.